احلى دوره، دوره علي بدرخان. الله يخليك. وحشتني انا شخصيا اولا. انت وحشتني والله، بقالي كتير ما شفتكش. صحيح. مختفي. البنوته اللي واخداك. ايوه هي ومامتها. الاختفاء ده سببه ايه؟ المدرسه اللي بيعلم فيها الاجيال، ولا بيتابع الحركه الفنيه، ولا كان ايه السبب؟ اولا برحب بيكي معايا الزوجه، وزي ما بقول وراء كل رجل عظيم امراه جميله بتحبه وبتسنده، ويعني دايما انت سند وظهر ليه في مشواره. وبنته القمر اللي كبرت فجاه دي داخله على التمثيل ولا ايه؟ هتمثل؟ لا 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 مفيش، شكلها كده ناوي. لا هي دي كور بقى او حاجه كده يعني، ده ميولها يعني، وهي بتصور كويس قوي يعني، غاويه تصوير. غاويه تصوير. ناوي على ايه؟ عندها حس حلو للتكوين. يعني اتعلمت في مدرسه علي بدرخان؟ لا والله هي شطاني كده، جينات جينات. احساسك ايه النهارده بالتكريم ده؟ والله انا طبعا ان هو يهدوا الدوره دي لاسمي، ده شيء يعني جميل، وانا يعني شاكر لمهرجان اسكندريه على اللفته الجميله دي، ان يعني حتى ما كنتش متوقعها يعني. فكانت جميله. اجمل فيلم عملته في اسكندريه تفتكره النهارده؟ والله انا عملت اللي اتعمل في اسكندريه كان الرغبه. الرغبة. أنا جيت حضرت معاك التصوير. أيوة. كان عند الفنار، ناحية. أيوة. الفنار. أيوة. جيت صورت اللوكيشن في مكان بيجمع كده براكب وحتة كده. أيوة. لوكيشن غريب، كنت أول مرة أشوفه معاك. كان جميل يعني. مكان جميل. مكان جميل فعلا. ناس كتير بتطلع على القنوات وبتطلع على الفضائيات وتقول ما ينفعش علي بدرخان يقعد في البيت، علي بدرخان لازم يشتغل ويكون في لوكيشن تصوير. يعني طبعا انا دي الشغلانه دي انا بحبها بعشقها يعني، ولكن مش الوضع الحالي، السينما بقت استهلاكيه زاد عن اللزوم، وبقى استسهال، عايزين نجيب موضوعات جاهزه كده نعملها، بدل ما هي اجنبيه نعملها عربي، ده الكلام ده ما يعني ما يمشيش معايا خالص. فيمكن ده السبب يعني. علي بدرخان بيعمل ايه في البيت؟ ايوه المايك معاك اهو. يعني ما دلوقتي هو مش عاجبه المواضيع، عايز لازم تبقى المواضيع زي المواضيع اللي عملت بصمه في حياته يعملها. الوقت الفراغ ده بيعمل ايه؟ بيقرا، بيتابع، لا بيقرا وبيتابع الفنانين وبيتابع الحركة كلها بتاعت السينما والتلفزيون، وأكتر وقته بيقرأ وبيعلم في التدريس. بالنسبة له الأجيال اللي جاية دي هامة جدا. هل دي واخدة وقته وشغلاه على أنه يبحث عن موضوع حلو نشوفه على الشاشة؟ ممكن. ما بتحفزيهوش ان هو يبحث؟ بحفزه طول الوقت. لا انا بس عايز اقول حاجه، انا مش بدور على موضوع، انا عندي اكتر من موضوع. بتدور على الانتاج، لكن الانتاج غير متحمس للمواضيع اللي الواحد بيقدمها له. شركات الانتاج وعوده الانتاج اللي بيقدم فن حلو دلوقتي، وانا شايفه الفتره الجايه هي فتره الطريق الصحيح للفن. أستاذ علي بدرخان القيمة والقامة الكبيرة، هو عنده المواضيع الحلوة ولكن عايز الإنتاج الحلو، فأعتقد إن المشكلة عندكم بقى تحلوها، لأن أنتوا دايما بتقولوا إحنا عايزين مواضيع حلوة ومخرجين حلوة، أهم قاعدين جاهزين أهو. فأنت المشكلة عندك في الإنتاج مش المواضيع الحلوة.